طيب مش عارف اذا كنت لحقت ولا لا، بينما تستعد للظهور معنا على الهواء، اظن ان النيابه العامه طلعت بيان بخصوص يعني الباحث الاقتصادي ايمن هدهود، هل اطلعت عليه؟ بالفعل فندم، النيابه العامه النهارده اصدرت بيان شافي وواضح ومفصل يفيد انتهاء تحقيقات النيابه العامه لانتفاء الشبهه الجنائيه في وفاه الباحث الاقتصادي ايمن هدهود، خاصه ان النيابه العامه في بيانها اليوم قالت ان هي تلقت تقرير مصلحه الطب الشرعي باجراء الصفه التشريحيه الخاصه بجثمان ايمن هدهود، والذي اكد وفاته نتيجه لحاله مرضيه مزمنه بالقلب، وايضا بيان النيابه العامه قال خلو جسد ايمن هدهود من اي آثار إصابية تشير إلى حدوث عنف جنائي أو مقاومة، كمان أوراق التحقيقات خلت من أي شواهد ترجح الاشتباه في وفاة أيمن هدهود جنائيا. كمان النيابة العامة قالت إن هي كانت أصدرت بيان يوم 12 واستكملت التحقيقات واستدعت شقيق أيمن هدهود عمر هدهود، واللي مثل بعد صدور النيابة العامة وقال إن هو شهد باشتباهه في وفاة شقيقه جنائيا بعدما رأى جثمانه وقت الاستلام لدفنه، وكان مش متأكد إن الآثار اللي موجودة دي من آثار التشريح أو من إثارات من أي إثارات سابقة، وقال كمان في التحقيقات إن هو سبق إنه إخواته جابوا أيمن هدهود مرتين كما قال بيان النيابة العامة الأول في هذه القصة. لا خلينا نقف في الحتة دي، احنا فاهمين إنه في البيان الأول كان في أخين قالوا أيوة هو الراجل ده عنده مشاكل يعني نفسية أو كده، وفي أخ قال لا أنا عندي شك إن أخويا يعني لم يتوفى وفاة طبيعية، الأخ الثالث ده قال إيه دلوقتي؟ خلينا نفهم الحتة دي كويس. البيان الأول يا أستاذ عم، بيان النيابة العامة قال إنه في اتنين من الأخين أيمن هدهود قالوا إن إحنا جبنا أيمن هدهود من مكانين في مدينة السلام ومكان آخر في نفس الوضعية، إنه هو بيحاول يقتحم إحدى الشقق اللي هي كانت في منطقة الزمالك. الشقيق الثالث ما كانش النيابة العامة استمعت لأقواله، كانت النيابة العامة عاملة له استدعاء لسماع أقواله. وما جاش عشان ما جاش، كان ساعتها لظروف الدفن وفقا لما قاله الشقيق المتهم. عمر هدهود اللي مثل قدام النيابه العامه شهد باشتباهه وفي وفاه شقيقه جنائيا بعد ما راى جثمانه وقت استلامه للدفن، قال شفت اثار في القصه دي، ولم يتم ان هو ما كانش عنده يقين ان هذه الاثار من نتيجه اصابات او اثار تشريح، والشاهد اكد في اقواله ان هو كان يزعم تلقي شقيقه العلاج إحدى المستشفيات لمروره بأزمة نفسية وضغوط عصبية نتيجة لضغوط مالية، يعني ده كله كان بيزعمه، وخاصة إنه ليه إحدى الشقيقات مريضة وإنه هو أرجع التحقيقات. كمان أكد سابقة العثور على أخيه مرتين في مثل الحالة اللي تم إلقاء ده الأخ الثالث قال كده دلوقتي ده بعد الأخ الثالث الأخ الثالث، يعني إحنا كده النيابة العامة في بيانها قالت إنه تقرير الصفة التشريحية جه وأثبت إن الوفاة ما فيش شبهة جنائية وما فيش أي حدوث لأثار عنف. كمان بيان النيابة العامة بيحذر من حاجة، إن النيابة العامة قالت إن إحنا شفنا وحدة الرصد في مكتب النائب العام قالت إن هي كان فيه بعض المعلومات تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي ومنشورات تمثل شائعات وبتشكك في إجراءات وسلامة التحقيقات. النيابة العامة ردت على ده وقالت إنه النيابة العامة لا يمكن أن تصدر بيانات منقوصة، وإنه النيابة العامة دائما تصدر بيانات متكاملة تقوم على الدليل والبرهان، وحذرت الناس إن هي تتداول معلومات غير دقيقة عن سلامة التحقيقات في هذه القضية أو قضايا أخرى.